الكام يوم اللي فاتوا دول حصل شوية جدل كده علشان احتفالين اقل كلمة توصفهم ان هم ملهمش لازمة. احتفال محمد عبد المنعم بعد ما سجل الهدف الاول في مازيمبي في اللقاء العودة في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، واحتفال مصطفى شلبي لاعب الزمالك لما سجل الهدف الثالث في شباك دريمز برضو في نصف نهائي الكونفدرالية. انا مش هدخل في النوايا، بس انا هوصف اللي شفناه. عبد المنعم غلط، وسيبك من الكلام اللي قاله بعد كده، طبيعي انه يقول عشان يوضح موقفه، او ممكن يكون اتقال له اكتب الكلمتين دول ان انت كنت متعور وان انت في اشعه وفي حاجات وبتاع، انما كل الشواهد بتقول ان هو ما كانش متعور، والاحتفال الكبير اللي احتفلوا مع الجمهور والعقوبة الغير معلنة اللي اتوقعت عليه جوه النادي الاهلي، كل ده بيأكد انه لا، عبد المنعم غلط. فرد عليه باحتفال برضو ملوش اي ثلاثة لازمة مصطفى شلبي اللي اصلا جمهور الزمالك يعني اغلبه مش مقتنع بيه، انما على عكس عبد المنعم اللي هو مضغوط علشان مش عارف الجمهور هاجمه بعد ماتش الزمالك لما سموه مش عارف مستر اسيست. ده كلام فارغ، محمد عبد المنعم احسن مساك في مصر، فبغض النظر عن الغلطه دي، سيبك بقى من الحاجات اللي بتتربط دايما، اصله مضغوط، اصله اتشتم، اصل ما اللعيب بياخد فلوس كتيره جدا عشان يستحمل الحاجات دي. وفكر في الجزئيه اللي انا الجمله اللي في وسط الكلام دي، هو ليه اللعيبه بتاخد ارقام كبيره جدا؟ ليه حضرتك بتاخد في السنه كلها مثلا 300,000 جنيه مرتب وهو بياخد 20 مليون جنيه؟ عشان بيلعب كوره؟ اكيد لا، عشان في حاجات كتيره جدا مطلوبه منه كبابليك فيجر، كواحد بيلعب في نادي كبير قدام جمهور وضغوط وبطولات، وكمان بيتشتم وكمان بيتبهدل وكمان في اعتراضات وكمان مش عارف في ايه وفي ايه، فعليك انك تستحمل كل ده. ليه الممثل بياخد ارقام كبيره واجور كبيره؟ ايضا لانها مهنه ليها صعوبتها جدا، كل شغلانه بتبقى على حسب انت بتقدم ايه فبتاخد قصاده ايه. هرجع تاني مرجو انا، مصطفى شلبي احتفل برضه احتفال ملوش اي لازمه، وقلع التيشيرت في مشهد يعني مش مستاهل خالص انه يقلع التيشيرت، ورمى التيشيرت على الارض وراح للجمهور وبرضه شاور مشاوره كده مش اللي هي، وبعدين طلع قال لك لا اصله بيشاور على قلبه عشان يقول انه الزمالك في قلبه. اي كلام يا جماعه، احنا لينا عينين، اللي شاف ده واللي شاف ده ما ينفعش يقول لا اصل ده مش غلطان او ده مش غلطان. فدلوقتي في مجموعه من الاهلاويه بتدافع عن عبد المنعم، يقول لك لا ده مش قصده حاجه انتوا اللي خدتوها كده، وفي ناس زملكاويه يقول لك لا ده مش قصده حاجه، ده بيشاور على قلبه وبيقول للجمهور انه بيحب النادي. يا جماعه حط انتمائك على جنب، ما تخليش انتمائك في الكوره يخليك تقول اي كلام. يعني افهم كويس قوي انك بتحب اللعيب بتاعك، بس لما يغلط لازم تقول بيغلط. ما ينفعش لعيب يرفع الجزمة في وش جمهور فجمهوره يقول لا مش غلطان، لا غلطان. ما ينفعش لعيب يعترض على مدربه فجمهوره يقول لا مش غلطان. المنافس بقى يقطع فيه ويطلع فيه لقطة الفص عشان هو المنافس بقى ما بيحبوش. ما هو دي كده انت كده مش مظبوط، انت كده مقاييسك مش مظبوطة. بغض النظر عن ان اللعيب ده بيلعب فين، التصرف اللي عمله ده صح ولا غلط. اللعيب بيبقى بيمثل نفسه في الغلطة، بس فعليا هو مش بيمثل نفسه، هو بيمثل النادي ككل، لان هو زي ما بقولك في عقد وفي فلوس وفي حكايات وفي روايات وفي علاقة ما بينه وبين النادي. فما تجيش تقولي لا اصلا انا بحبه فانا هدافع عنه، او انا هزور بقى رأيي وهقول. وفي ساعات على فكرة بيبقى مقتنع والرأي ده طالع من قلبه فعلا حبا في النادي، حقك تحب النادي وحقك تدافع عن النادي في اي حاجة تمسه، انما لما حد يغلط من جوه النادي اللي انت بتشجعه قول ده غلطان. على فكره ده ما يقللش من حبك ابدا. حد بقى غلط عندك في مجلس الاداره، حد غلط عندك في الجهاز الفني، في اللعيبه، في اي حد بينتمي للنادي اللي انت بتشجعه غلط، لازم تقول ده غلطان. غير كده تبقى انت راجل ما بتقولش حقيقه، تبقى انت راجل كذاب. فمفيش حاجه اسمها اصل ده غلط وده ما غلطش. طب اهو الناس اهي زي ما بقول لك، ناس بتدافع عن مصطفى شلبي يقول لك لا مش قاصد، وناس بتدافع عن محمد عبد المنعم. طب لو افترضنا انه اصلا الموضوع معكوس، ده بيلعب هنا وده بيلعب هنا، او افترضنا ان اللعيبه دي مش بتلعب في الاهلي والزمالك اصلا، او افترض ايا كان بقى الافتراضات التانية اللي ممكن تخليك تغير رايك،
فانت ليه بتغير رايك؟ يعني هل رايك ليه علاقه بانتمائك فقط لغير؟ زي الناس اللي تيجي تقول لك لا اللعيب الفلاني اللي بيلعب في المنافس ده ضايع، ده ملوش فيها. ازاي يعني؟ ازاي ملوش فيها يعني؟ افهم انك تقولي ما بحبوش، ما بيعجبنيش، مش ستايل اللعيبه اللي بحبها، او شخصيته صعبه جدا، ما بحبش ما بحبوش، حقك 100%. بس انك تقولي لا ده ملوش فيها عشان هو بيلعب في المنافس تاني، لا تبقى انت كده راجل ما بتقولش الصح. قولي والله اللعيب جامد جدا بس انا ما بحبوش، وده بينطبق على ناس كتيره جدا مش محتاجين نقول اساميهم. انما في الاخر كل بس اللي انا عايز اعلق عليه انه ارجوك لما تقيم موقف ما تقيموش بناء على انتمائك. الموضوع بسيط جدا على فكره، وكانك بتتفرج على كوره بره. يعني لو لعيب في نادي في الدوري النمساوي عمل حركه انت لا تعرفه ولا تعرف اسمه ولا تعرف مدربه ولا تعرف اسم النادي ولا تعرف، انت شفت فيديو على فيسبوك ولا على بتاع، شفت لعيب بيعمل حركه، هتقول ايه بينك وبين نفسك؟ اه اللعيب ده تمام ما غلطش؟ اكيد هتقول لا ده ايه ده، ازاي ده اتعاقب ولا ما اتعاقبش، ده عمل ايه، ده عملوا له ايه، ده ايه. يبقى في الاخر ارجوك علشان يبقى حكمك يحترم، حتى يحترم، حط انتمائك على جنب. ايا كان انت بتشجع ايه، من حقك تحب ناديك، لكن مش من حقك خالص انك او مش مظبوط خالص انك تدافع عن الغلط علشان انت بتشجع النادي ده او بتشجع المكان ده. مفيش حاجه اسمها كده. وعلى فكره مش بلوم بس على الجمهور، في اعلاميين بيعملوا كده. طالما انا بنتمي للنادي الفلاني يبقى ما بيغلطش النادي ده. يعني ايه ما بيغلطش؟ مفيش حد ما بيغلطش يا جماعه. فارجوكوا يا جماعه نحاول نحسن، لان احنا بجد احنا بعيد قوي. الدنيا كلها بتلعب كوره وبتستمتع وبتتقدم وبتعمل حاجات جامده جدا، واحنا بنتكلم دلوقتي في احتفال مش عارف مين صح ولا غلط، واحتفال زي حاجات بقى بتاعت هل يجوز الزوجه مش عارف تعمل ايه، برامج تقوم على سؤال تافه ما بقاله 1000 سنة في الحياة، لكن احنا لازم نعمل عليها حلقة النهاردة عشان احنا متأخرين، ما بنعملش حاجة مهمة، ما بنعملش حاجة مفيدة في حياتنا. احنا عايشين في الحاجات دي، في البابل بتاعتنا اللي هي كلها اي كلام، جواها كلها اي كلام. ارجو ان الناس بس تصحح الحاجات دي، عشان الكورة للمتعة، الكورة مش للخناقات والمناوشات اللي ملهاش لازمة، وياريتها حتى على حاجة تستاهل. يعني دي مناوشات بجد تافهة، اقل حاجة يتقال عنها يعني. لكن خلاصة الكلام، عبد المنعم غلطان ومصطفى شلبي غلطان، والاتنين يستاهلوا عقوبة، والاتنين حركتهم مش حلوة.